الحلقة تاع اليوم غادي تكون البارتي الاولى من قصة الكبيرة اللي يكونوا فيها 3 حلقات. الحاجة اللي بغيت منكم هي تتبع الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تزقل حتى شي حاجة. الراب اللي معايا اليوم هو صاحب الحنجرة الذهبية، انا بالنسبة لي هو افضل صوت في الراب المغربي، وعلاش لا، هو كيتعتبر من احسن الدراري في الراب العربي. هو بدا قديم في الدومين وجانا من احسن جروب في المغرب او نقولوا عليه العالم العربي. الا قلت لكم انه عنده انجاز تاريخي في الراب المغربي هو بانه اول شاب في العمر تاع 16 عام ضرب كليب في الراب ماروكان، وهذا الشيء داروه هو كان كيمر من ظروف قاسيه اللي صعيبه بزاف. والى جي نهضروا على الانجازات ديالو ما غاديش نحبسه، انا فرحان اليوم نهضر على القصه تاعو، بس لي الشرف نحكيها لكم باش تفهم لي ستوار مزيان. ما عليك غير تتبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرف القصه كيفاش غادي تكون. وهذا الفيديو الى وصل 1000 لايك في 24 ساعه لغد لي نحط لكم القصه تاع شوبي. ضروري من ابوني الدراري. وسيداتي سادتي مرحبا بكم في قصه سمول اكس. داش اللي بتقولوا قولوا بلا ما تالف لينا قصه بلا ما تقطعوش في العضاض راه غير بالدارجه. داش اللي نديروا صقور وقدروا شو لي خليني مني لي حبه تاعو مانيت لي كيني في سيري ماشي دبس الميزان اللي كان بغاو خنيش والله اللي فقع في الليسان يا سبك الراج. عبد الصمد الرميق تزاد في 28 فبراير 1991 بمدينه اسفي مدينه الفخار والخزه. في الزياره ديالو كان والدي فرحين بيه بزاف، ولكن بعد مرور عام الاب والام غادي يتطلقوا، وهنا فاش غادي يحل عيني عبد الصمد في واقع اللي خيب. هو كبر في اسفي ومع الاب ديالو، وعمته هي لعبت الدور ديال الام، رباته وخافت عليه بحالو بحال امه. كان طفوله قاسيه بالنسبه لطفل صغير يحل عينيه وباه امه مفرقين، لدرجه كان كيبكي ما كتبانش فيه راه باكي، ما كيقدرش يخرج داك الشيء اللي عنده لداخل. نهار وصل 6 سنين دخلوا بالمدرسة الابتدائية اللي قريبة غير من الدار، وبالضبط مدرسة نجاح امير. كان كيقرا مزيان وديما كيجي من الاولين في القسم. ما كايناش شي نقطة مهمة في الابتدائي ديالو اللي نوقفوا عليها ونحكيها لكم. نقدر نقول لكم هو ان عبد الصمد كبر بين اسفي ومراكش، في القرايه راه في اسفي وفي العطله راه في مراكش. هذا الشيء هو اللي خلاه يكبر قافز لدرجه وهو صغير كيجي بوحدو في الكار من اسفي حتى مراكش، وفي الرشور كذلك. وفي 2003 بالضبط عبد الصمد يطلع للكوليج، وتما فين غادي يبدا معاه واحد الهيت اللي كان غريب في ديك الوقيته، هو الحوايج العراض وكل شيء لارج والتصرفات تاع الرواب. هنا غادي نعرفوا بان عبد الصمد بدا كيسمع الراب وتعمق في لاكولتشر. ونقدر نقول لكم في 2006 دخل جروب ديال الراب اللي هو دراما فلو، وهذا الشيء ما كانش عاجب الاب ديالو وكان باغي يقرا مزيان، وهو كان معارض ليه تماما لاي حاجه باغي يديرها. ولكن الحاجه اللي كانت مصبره هو انه كان كيقرا مزيان، ونهار طلع عبد الصمد الليسي صيفطو بمراكش باش يقاتل ما ويبعد عن الراب. ولكن ما عرفش باللي صافي دقات فيه الشوكه. كان ديما كتلقاه جامع الداري حدا الكتبيه وكيفريستايل. كان صغير ولكن راه عنده لسان ماضي. كان الاب ديالو كيصيفط ليه 300 درهم شهريا على حساب المصروف، وهو كان كيشد وكيشري بي انستري وكيسجل فوقه. وبعد المرات كان كيطلع حتى الكازا عند الشحتمان باش يسجل ليه شي تراك، وكيبات عند خالته وكيرجع الغد ليه. كان سجل عند الشحتمان شي 5 تراكات، واول كليب سجله في الكارير ديالو في 2007 وسميه التراك كيف ما كان الحال. كيف ما الماضي اللي كنت كيف ما الحاضر اللي عايشينو اكتب حال بحال والمضارع ما زال ما لاقينو مالي انت تضحك قدامنا وتعطينا بلاك فور كيف ما ضو الشمعه من اللي قهر وخش الطفور اقدا حنا انا وياك وقالي بحالنا كانت قتلو باش نعيشو حيت الزمان ما رحمنا اقدا حق ما طلع دار حيت كل وكيف جات الضحكه كل واش خبط له الوقت تلقى واش المازا يلقى هكا كل واحد فينا ما بلي بهمو كل وحلمو بيه مخاوم الواقع وسمو كل وشق طريق وزارع ارض وقادي تسنى يمتى غتسن بيتش ومجبالي يعرف لانا يمكن من الدنيا يمشي حال والفلوس ماشي سال ايش الدنيا خلتنا وارف اللي ما يستال بصح كيف ما قالوا لي تقصرة والعين بصيرة اذ ما كان الحال عيشوا كيبان لك درس غير مصور كليب وكيراب هي حاجه اللي غتجيك غريبه في ديك الوقيته، لكن راه كانت عنده نظره مستقبليه اللي واعره بزاف. كان كيشوف راسه في المستقبل شي رابور اللي واعر، وديما كان كيطمح للافضل. وكمل الانسبيراسيون ديالو من عود الليل و50 سنت و امينيم، وبقى ديما كيفريستايل وكيغني. ونقول لكم فورماسيون اخرى علاش الاي كي اي ديالو سميتو سمول، ماشي غير حيت صغير في الفورما ديالو، ولكن راه بدا صغير وبدا في سن صغيره. وفي 2008 سمول غيطلع باش يرابي في واحد ليفينمو برعايه هاتي سلطان، والتراك اللي رابا بيه طفولة. هاي جالك نهار لتسمنا أطر ليام وترجع بيك اللور طفولة كنز ما يش قطار أبقو في تلافي هاي شوف الدنيا نور جالك نهار لتسمنا أطر ليام وترجع بيك اللور
طفولة كنز ما يش قدر أبغو في كلافي هاي شوف الدنيا نور أيوة زماننا زماننا ماضي سيف يقطع هي من تجري عمر لي فات عمر يرجع أيام العزية يما كنا صغارية يما زمن قام على بنك وشي بيت لقضايا عين البراءة شر معدوية كيف النور وقلوب صغيرة صفية مفتحة كيف الزور يما مش بدا الأحلام أمن نزيد القدة مرفوع لينا رقلام من جرب الضحك ولانا ايام نجربوا الخوف ونعرفوا قيمه الحانه ايام نعرفوا قيمه الدين وقيمه الانسان ايام نتعلم ونشق طرحنا مستقبلنا ايام نجربوا الميزيريه نعرفوا قيمه زماننا ايام يتربى فينا حب البلاد وحب علينا ايام يتربى فينا حب الخير وحب الناس طفوله تنزل بها لحيه جبتاش طفوله طبعه فقلوبنا عمر حتش نساش جالك نهار يتسمنا وطر ليام وترجع بيك النور طفولة كنز ما يش قدر أبغو في تلافي هاي شوف الدنيا نور بدات كتبان ليه الطرق ديالو واشنو باغي ونسى هو القرايه كاع ومبقاش كيدخل وداك الشيء اللي ادى به انه يعاود السيزيان وفي 2009 بالضبط رجع بالصمات الاسفي وتما في غيتلاقى بشعيب وسفيان وغادي اسسوا جروب اسطوري في الراب بالمغرب هو شايفين وفي هذه الحلقه ما غادي نقول لكم حتى شي كلمه على الجروب والانجازات ديالو ونخصوا ليه حلقه ديالو بوحدو لانه عيب ندخلوه في قصه وندوزو وغنمشيو نيشان لسنه 2020 فاش غتبدا الكاريير سولو تاع السمول من بعد الجروب وبالضبط في 18 افريل غيتحط تراك تاع دراغون اللي غيلونسي به الكاريير سولو ديالو يلا طلع من الفوندو فاعمل كومه بدي فلات يردي كمل احسن تقديم يعطيه البيبليك بانه جا باش يدير شي حاجه احسن من شايفين كان تراك واعر بزاف وبالحنجره الذهبيه ديالو كتخليك ما تمنش المورسو واخا تعاودو 100 مره ومن احسن لي بونش لاين في التراك وفيهم معنى هو فاش قال يلا طالع من الفوندو فاق من الكومه غادي فلانتيردي عكس بنادم من جاي حتى شي حاجه مفهومه الا جينا نفسروا الاسطوره يعطيونا تاويل واحد هو انه فاق من الكومه يعني فاق من الجروب يعني في الجروب كان بحال كان في كومه فاش كان داخل لي وكان كيحس براسو كيغرق ومن اللي فاق قلب الهيت ومشى عكس التوجه فين غادي بنادم وحتى شي واحد ما فهم شي حاجه وبالنسبه للفيوز اللي ضرب التراك ما يستحقاش وكيستحق اكثر من 1,200,000 مشاهده انه واعر من كاع النواحي لا من البونش لاين والفيلينغ والليركس هابين بزاف وفي 16 ماي 2020 تحط تراك تاع بيبي ماما اللي كان فيت ما كيعدلش انا ما ديجا ما نقش صوري لك ماليجا كان فيت ناضي وداز الفايف في البروجي وكل شي حس بيه حتى في الكومنتير كيبينوا على هادشي اللي كنقول واكسيب راه ديما حاضر مع السمول في الميكساج والماسترينغ وفي 2 ديسمبر 2020 تحط واحد المورسو اللي نيفو فيه هارب هو دوبل اكس ال هاد الكليب بالخصوص كيتعتبر من احسن الكليب في الراب المغربي وكيتميز بزاف تاع المعاني والمساجات الغير مباشره بحال في هاد البلون اللي بان فيه سمول كيلعب الساترانج مع راسو كان عباره عن ميساج انه كان كيلعب غير بوحدو في الجروب وما كانش اللي كان كيلعب معاه تراك ضرب على يوتيوب 5 مليون تاع الفيوز وفي بدايه 2021 غتحط بروميير اكستريم من الاي بي تاع فينيكس اللي هو بريا مدحيتش اخر تقبر كنتفكر بيتي لي بصحك بالنسبه لي بحال شي خسر هاد البروجي كان عباره عن برومو الاي بي ديالو وكان تراك ناضي ووار وهارب ومميز وكاع الكلمات المدح نقولهم هاد الصاد عارف اشنو كيدير وديك الكاريير الكبيره اللي عنده جاب منها بزاف تاع الاكسبيريونس وراه كيفرق فيها في التراكات ديالو وإلا مشينا نهضروا شويه على الاي بي ديالو اللي فيها 17 تراكات غير باش تاخذوا واحد الفكره هاد الاي بي راه خدمه في ايامات كورونا الناس في ازمه وهو خدم ليه بروجي واعر بزاف السميه تاع فينيكس المعنى ديالها هو ان واحد الطائر كاين في العالم الخيالي ومن اللي كيموت كيرجع يحيى من الرماد ديالو كان ميساج واضح واشنو باغي يوصل من هاد التيتر الا بغينا نهضروا على التراكات اللي كاينين في اي بي اول تراك هو عالمي العربو ما كرجعش عطيتي كلمه كون قد عطيت الكلمه برملي قدام هاد التيتر بحال باغي يجيبنا به العالم ديالو ويقول لنا تعالوا تشوفوا اشنو واقع وكيفاش كنعيش واشنو باغي نوصل لكم والحاجه اللي بين البيبليك في هاد الاي بي فيها زيرو فيت بحال انه خصها لي غير بوحديتو ويفرغ فيها كاع لي سونتيمو ديالو وراه نجح في داكشي اللي بغى راه تمشات مزيان هاد الاي بي وفي بدايه 2022 تحط واحد التراك اللي كان واعر بزاف لا من ناحيه الكليب او المزيكا كانوا فيها ميساجات واضحين وواعرين بزاف الا بغيتو نولي ندير لكم ريفيو على التراكات اللي كيكون فيهم ميساجات قولوها ليا في لي كومونتير بسميه التراك بخيس يوماجي كيف البارح يا غالي يوماجي كيف البارح
هاد الكليب يمثلوا معاه كاع صحابه، وكان ميساج منه واي واحد تبع الايب تاع فينيكس يتحرر من العبوديه. انا بحال هكا فهمتها، واذا كان شي مفهوم اخر قولوا لينا في الكومونتير. ضرب هاد التراك على يوتيوب لحد الان 1,700,000 مشاهده، وفي 25 جوي تحط ما نسيش. كليب كان برعاية الليبل اللي سينا معاه هو اللي هي بليف سمول. فاش كيشد فلوس مع هاد الليبل كيعاود انفيستيها في الموسيقى باش تبقى لنا عوره دايره وكل شيء خدام. وفي 25 نوفمبر 2022 تحط تراك اللي اعتبره البيبليك انه كلاش لصاحبه شوبي اللي هو كل راجل. كان الكليب تاع هاد البروجي تصور في يوكي، طلع نيفو هارب وكل شيء فيه واعر، وكاع لي بلون اللي تحطوا كانوا متقوين بواحد الدرجه الكبيره بزاف. ودابا اخر بروجي حطوا في الكارير ديالو هو الميكس تيب تاع كروموزوم اللي كانوا فيها 16 تراك، وحتى بعض الفيوتشينغ مع رواب واعين في المغرب بحال دولي بران والنيسيو والمورفين. اما الفيوتشينغ ديالو مع المورفين كان غادي يكون معاهم حتى مات، ولكن ما بقاش. وحتى التراك تاع كوراج كان اكستريم من الميكس تيب. الا بغينا نهضروا على سمول في الراب راه واعر بزاف، وكلمه واعر قليله في حقه. عنده كارير مفرقعه عطى فيها بزاف الراب المغربي، وعاون بزاف تاع الدراري. مازال كاين بزاف ما يتقال عليه في الحلقه تاع شايفين. معليك غير دير ابوني ولايك الفيديو وخليك على القص. راح قلت لكم الى وصلت هذه الحلقه 1000 لايك في 24 ساعه نحط لكم القصه تاع شوبي ومن وراها تاع شايفين اللي واجدين، وكنتسنى غير الدعم ديالكم باش نطوروا شويه القناه. راه حرام نحطوا فيديوهات بهذا المستوى وما كيتفاعلوش معهم الناس. معليك غير دير ابوني وتبارطاجي الفيديو مع صحابك باش لاشين تزيد تطور، وهذا الشيء في صالح الراب المغربي اون جينيرال. ونتلاقاو الفيديو الجاي وتهلا ليا فراسك يا ما غادي مرسك. موسيقى اللي فاقة جايبة بوكو راس لا راس لا راس كل ليلة متاستة زاطة كوكاينة كانت اللي في لادراس لادراس.